السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل محمد عائد المصري، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابلة. حجي، نستأنف حديثنا حول عملية النقل والتنقل من وإلى قريتك. أهلا وسهلا بكم. الله حييك يا حجي. أهلين. حجي، كان في سكة حديد أو محطة للقطارات؟ موجودة سكة حديد، وعندنا محطتين للركاب موجودات بالبلد، يعني بمجرى سكة الحديد. يعني القطار في قريتك يوقف مرتين ولا مرة واحدة يا حاج؟ قبل كان يوقف مرتين، بعدين صار يوقف مرة واحدة لقرب المسافة، يعني بين المحطتين. في محطة جاي منطقة بيقولها باب جزم، هاي بينزلوا فيها وبيروحوا على الضيعة الثانية لمن وسائل النقل مثلا. اللي بيجي بالقطار بينزل بهالمحطة وبيطلع على الكرة الثانية، بيطلع مثلا على كفر لام، على عين غزال، على أجزم، على جبع، على كذا، بيطلع من هالمحطة قريبة عليهم. نعم. والمحطة الثانية قريبة على البلد، يعني كمان مو بعيدة. نعم. والمحطة الثانية تقريبا بالبلد، ما بتبعد، يعني ما في كيلومتر أو كيلين متر هذا بين البلد وهذا. طيب حج، استخدام القطار كان لأي أغراض؟ الركوب ولا النقل؟ بالقبل كانوا يجوا فيه لقلة الباصات وقلة كانوا يجوا فيه، أما بعدين ما عاد يجوا فيه. بالأخير ما عاد. شو السبب حاجة ما عاد يجوا فيه؟ لأنه في وسائل أخرى. أسرع وسائل أخرى. هلأ أنت بعد ما تركب تاكسي وتيجي على البلد دقائق أو بساعة أو بنص ساعة بتكون بالبلد، بينما تستنى القطار يمشي واجى قطار ثاني او كذا. وهذا اذا كان للضروره يعني، والضروره هاي خلصت، اجت وضعي السيارات والتاكسيات وكذا، صارت هاي يعني ما لها لزوم، ما لها القطار هذا لنقل بضايع لنقل كذا. ايوه هاي. وبقي عم يضلوا حتى النهايه يوقف في القريه في المحطه؟ في لزوم على الموقف؟ ما في لزوم، ما في في لزوم. مثلا جاي بشيء يوقف على المحطة بوقف، ما في لزوم بضل ماشي. تتذكر من كان ناظر المحطة يا حجي؟ والله بالضبط لا. من الطنطورة هو ولا من برا؟ والله اعتقد يمكن من كفر لام. في المحطتين في كان ناظر حجي ولا نفسه؟ نفسه للثنتين. كان الثنتين ما بعدين يعني كثير عن بعضهم. طيب حجي، حد من أبناء قريتك اشتغل في هذه القطارات يا حاج؟ بنفس القطارات؟ نعم. لا. لا. ولا سائق ولا عطش لي ولا؟ لا. أما بتصليح السكة أو كذا في. طيب. أيوة. واحد من دار الشورى عم يشتغل عطش لي في لكنه كان ساكن في مدينة حيفا. معقول. طيب حجي، أيضا حجي مشي على الأقدام، كانوا الناس يروحوا على القرى المجاورة مثلا مشي على الأقدام؟ في أوقات بروحوا مثلا مثل نعم. سيران أو كذا على الدواب، بس أكثر شيء نعم. الدواب موجودة يعني. إيه؟ طيب حجي، الطريق المعبد اللي كانت تمر من قريتك اللي جاي من حيفا باتجاه يافا والعكس؟ أولا طريق حيفا يافا نعم، هذا موجود. غرب القرية ولا شرق القرية؟ شرق. وشرق التلال؟ شرق التلال وشرق الأرض. نعم. الأرض الزراعية تبعنا كمان، يعني بعيد عن كل شيء، يعني على مستوى جبل. نعم. مستوى جبل الكرمل امتداد يعني كذا من حيفا ليافا نعم. ايوه هذا هو الخط الرئيسي، هذا الموجود. طيب. ونحن من هالخط هذا عندنا شارع يدخل للقرية. يدخل للقرية. طيب هذا الشارع عريض حجي ولا بسيط؟ لا، في عريض يمكن بسع سيارتين يعني، بسع اكثر نحن عاملينه. نعم. وسيع وتنزل فيه السيارات وبتيجي على البلد. إيه. طيب على البحر عمي ما كان في شارع؟ شوارع على البحر ما في شوارع، ما في، كله الارضيه الموجوده تروح تمشي فيها وكذا، وهذا على شط البحر و... إيه. تمشي وين ما بدك. طيب حجي، كان في قريب منكم مطار؟ مطارات لا، ما في. أقرب شيء كنا اللي بنعرفه نحن هو مطار اللد. طب حجي، بين حيفا ويافا ما كانوش يستخدموا الناس مثلا
المراكب الشراعية للنقل أو التنقل؟ يمكن بالزمن الأول كان يستعمل، أما متى ما إجت الآليات وهذا لغت كل شيء يعني بالتنقل لأنه أسرع. أما بالتنقل بين حيفا ويافا كان موجود مثلا سفن بضائع كذا تيجي. طب حجي الموانئ الجهتين، الانتقال مثلا للدول الأخرى مثلا للبنان لسوريا عبر البحر كان موجود ولا؟ بالنسبة لتنقل الأشخاص مو موجود، أما لتنقل البضائع هناك كان موجود. نعم إيه كان موجود. طيب حجي بدنا نسألك عن، وننتقل من هذا الموضوع لموضوع آخر، بدنا نسألك عن عائلات الطنطورة. إن شاء الله إنه الذاكرة تسعفك إن شاء الله في تذكر جميع العائلات، ولكن أيضا حجي إحنا وياك سلف بنعتذر إذا صار في أي نسيان لأي عائلة من العائلة. العذر موجود الحمد لله. تفضل يا حجي. يعني نبتدأ من عائلتنا عائلة المصري. نعم. عائلة استيتان، عائلة الدسوقي، عائلة سلام، عائلة عمر، عائلة الأشماوي، الأشماوي، عائلة أبو شكر، عائلة الصباغ، عائلة البيرومي، براحتك عائلة الخطيب، عائلة الخطيب، عائلة أيوب، بيت أيوب، عائلة دكناش، عائلة القاسم، عائلة عبد الرحيم، أخوالك من أي عائلة يا حاج؟ عائلة أبو هنا، عائلة كبيرة، عائلة أبو هنا، عائلة الزراء، عائلة عبد العال، امشي لك بالبلد هذه، امشي خذ راحتك، ارجع للبلد وقعد لي فيها يومين يا حج. عائلة الفلو، حطينا عائلة عبد الرحيم. نعم. Thank you.
بيت الشورى حطيناه هون. هينا بنحط لك اياه مص. انا متذكرهم يعني. الشورى. كانوا عائلة منيحة. جيراننا. في عائلة السويدان هاي تقريبا تتبع لعائلة العشماوي. الخطيب حطينا يعني لا تأخذنا إذا نسينا عائلة ما بعرف. في عائلة اسمها عائلة اليحيى يا حاج. إيه بيت اليحيى. إيه عائلة اليحيى عائلة ممتازة. عائلة السمرة. إيه هذول من حبايبنا. الدكتور محمود السمرة عندكم كان وزير تربية بزمانه. بزمان ما كانت ما في فرق بالأول. نعم. إيه. بيت دفناش حطيناه. بيت عمار بيت. طيب حجي حطينا 22 عائلة. إيه. مين أكبر العائلات حجي؟ بيت الدسوقي. الدسوقي. أيوة. طيب يا حجي دار المصري هل بتفرعوا العائلات ولا هم فقط المصري يا حجي؟ نحن يعني عائلة واحدة. المصري عائلة. عائلة واحدة يعني. تفرقين أولاد عمنا أولاد مثلا عموميتنا عمومية كلياتنا. هم ما في أفخاد حجي أو فروع للدار المصري. يعني فروع قديمة وكذا؟ لا أنا قصدي بالفروع يعني مثلا أحيانا بيكون العائلة الواحدة فيها أكثر من فخذ أو فرع. لا نحن بيت المصري كلنا بتاع عائلة واحدة. طيب أنتوا عمي وصولكم من مصر على الأغلب. الأساس أكيد هيك. نعم. لأنه أخذين الكلمة. طيب عندك معلومات أنت جيتوا على فلسطين يا حجي؟ نحن ما بنعرف. يعني من أيام إبراهيم باشا مثلا. طيب في من هذه العائلات الأخرى حجي من أصول مصرية بتعتقد أيضا؟ والله جائز. يعني مثلاً الدسوقي مثلاً يمكن الشورى يمكن ممكن بس نحن أخذين العشماوي مثلاً معقول لأنه نعم. اسم العشماوي موجود نعم. يعني نعم. هلأ مثل نحن أخذين لقب مصري يعني ظل مصري. نعم شايف؟ أنتوا ظلتوا لقب مصري ظل نعم. لقب مصري يعني ما بنعرف يعني جدودنا القديمة وكذا. إيه. طب حجي الدسوقي كونه أكبر عائلة كان لها أفرع أيضاً كان عندهم أفخاد يعني للعائلة طبيعي بتتر بقى شو اسمه يعني بتتر أفخاد نعم كل بيت دسوقي بتعرف شو من هما مثلا مثلا بيت إبراهيم الداود هذول يعني فرع منهم نعم ايه بيت عبد الرحمن الدسوقي كمان فرع منهم بعدين بيت شبيب الدسوقي كمان فرع يعني هذول الفروع. طب في عائلات أخرى حج لهم فروع ولا بس الدسوقي؟ دار عمار أعطناك الفروع بأسمائهم اللي هم قلنا دار عمار ودار أيوب أعطينا دار أيوب في الوجود إيه هذول الفروع تبعهم. طيب حجي هل كانوا العائلات كل عائلة يعني ما أخذ مثلا مكان في القرية ولا كانوا خليط الناس مع بعض حجي؟ والله إجمالا يعني كانوا قريبين من بعضهم كل عائلة قريبة من بعض شبه خليط يعني ما بتبعدك بيتك وبيته على بلزق بعضهم يعني ما بتبعدك عن شيء. إيه. طب حجي كانت القرية مقسمة إلى حارات ولا حارة واحدة كلها؟ لا حارة جنوبية وحارة شمالية بس حارتين كلها حارة واحدة يعني نعم. بس جنوب وشمال واللي قاطعها الوادي يعني تقول مثلا شمال الوادي جنوب الوادي
الوادي اللي طب يعني مثلا بيت المصري يا عمي كان منهم مثلا ناس في الشمال في الجنوب ولا كانوا كنا بالجهتين موجود بالجهتين موجود موجودين طب حجي موجود موجودين منا بالتلب جنب المدرسة كمان نعم موجودين منا طب حجي تذكر أسماء المخاتير مخاتير القرية مين هم يعني عندك داود الهندي هاي ما ذكرناش اسم الهندي احنا البيت الهندي ايه والله عطل شيخ الهندي عائلة كبيرة عائلة كبيرة داود الهندي يعني. داود الهندي نعم وكان الحاج محمود ابو هنا هو جدي نعم وكان شوي بالدسوقي من بيت ايوب كان واحد والله اسمه اسمه والله رايح على بالي بس شو من دار ايوب بيت ايوب بس المختار اللي ضل لما نطلعنا ضل اسم مختار داود الهندي نعم أيوة. هذول المخاتير كانوا مع بعضهم يا حجي لا هذول كل واحد كان سلم الثاني كان يعني كان مختار واحد في القرية حجي. مختار واحد آخر واحد داود الهندي داود الهندي قبله محمود أبو هنا نعم إيه قبله أبو هنا وشبيب الدسوقي قبله شبيب الدسوقي إيه قبله وأيوب قبل بقى. كمان أيوب إيه دار أيوب إيه. طيب حجي شو كان دور المختار في القرية يا حجي المختار أولا مسؤول عن نفوس القرية نعم مثلا مسؤول عن كل شيء بيصير بالقرية شايف مسؤول عن كل شيء بيصير بالقرية في تنظيم بالقرية المرجع الأساسي المختار في مثلاً بناء بالقرية نعم. المرجع الأساسي المختار شايف المختار يعني كمنظم نعم هيكل البلد طب كان عنده له مقر خاص فيه كمختار ولا بيته عامل مثل ديوان نعم بيت غرفة مثلاً كبيرة عليه مثل ديوان غير هذا مقر المختار طيب يعني هذا المقر المختار كان منفصل عن بيته حجي ولا كان جزء من بيته جزء من بيته يعني لما كان يتغير المختار يجي تنتهي تنتهي عمله ياخذ المختار في بيته بس هذا كل واحد في بيته بس ما في مقر المختار بس في بيناتهم بصير مشهورات يعني بشاور بعضهم بكذا طيب مثلا جدي موجود المقر تبعه لحتى نطلعنا وفي مثلا قصة مصطبة كبيرة هاي للضيوف هاي مثلا موجودة مين ما اجى بقادنين جوا قائم مقام اذا اجى كذا موجود طيب حجي مين كان وجه الدار المصري يا حجي نحن نعم والله ابي ابراهيم المصري وكان ابن عمي نعيم المصري كان احد قادة فصائل الثورة في 36 ثورة القسام الله يرحمه كان أحد قادة الفصائل نعم أيوه. طيب استيتان حجي مين كان استيتان عيسى استيتان هذا الوجه تبعه إيه. عيسى مصطفى استيتان نعم أيوه. طيب حجي الدسوقي مين كان وجههم شبيب وغير شبيب حجي شبيب الدسوقي في عبد الرحمن الدسوقي نعم لأنه هن كبيرين في نعيم الدسوقي طب دار تفضل سليمان الدسوقي كمان هذول واجهات كانوا دار سلام حجي دار سلام طه الشيخ محمود وأخو عيسى الشيخ محمود في عندكم عيلة اسمها أبو الشيخ يا حجي أبو الشيخ من دار سلام من دار سلام طيب دار عمر حجي تفضل حجي كمل دار سلام في عائلتين في عائلة سلام موجودة منهم سعيد سلام وفي ابنه الدكتور سعيد كمان اسمه سعيد سلام على اسم جده هاي يعني هذول سلام لحالهم وهذول سلام لحالهم في سلمين يعني سلمين ايوه ما بيقربوا لبعض والله بجوز الاساس قريبين بس اللي بنعرفه نحن كلهم يعني هذول لحالهم هذول لحالهم
أنا بيت سعيد سلام يعني قرايبنا وصرت مع بعضنا. نعم. أيوة. طب دار عمر حجي. دار أيوب. أيوب لعمر حطوا هذا المختار هي هذا. أيوب لعمر. أيوة أيوب. أيوة. طيب. أيوب لعمر مصطفى لعمر هذول الواجهة تبعهم. عظيم. العشماوي يا حجي. العشماوي يا سيدي. محمد العشماوي أبو الجميل كمان أخوه شعبان العشماوي أبو الجميل هذول يعني بنطيك الواجهة تبعهم. نعم. خليل العشماوي كمان هذول واجهتهم هن عائلة منيحة يعني. نعم. يعني إذا نسينا منهم حدا إيه؟ نعم أبو شكر يا حجي. نعم سليم أبو شكر. سليم واجهة كويسة وطيبة. هو والده لداود ولا والده لعبد الجبار؟ والد عبد الجبار. نعم. عمه لداود عمه اللزم. نعم. دار الصباغ حجي مين كان وجههم؟ الحج محمود الصباغ الحج محمود الصباغ والحج عبد الصباغ عيسى الصباغ. طيب البيرومي يا حجي. دار البيرومي نمر البيرومي. نعم. محمود البيرومي هذول تقريبا الواجهة. دار الخطيب يا حجي. بيت الخطيب أبو العبد الخطيب. أبو العبد الخطيب أضولة يعني عائلة صغيرة شوية. نعم. دار أيوب حجي مين كان وجههم؟ حطينا اللي هو أيوب العمار. أيوب العمار ومصطفى العمار. نعم. طيب دكناش يا حجي. طيب دكناش مصطفى الدكناش دار يعني دار القاسم يا حجي. دار القاسم عندك طه القاسم هاي أكبر عائلة أكلت نكبة عنا الحمد لله. إيه هذا يعني هلا موجود هيك. عبد الرحيم يا حجي. عبد الرحيم في عندك عيسى عبد الرحيم أبو بسام. أبو بسام إيه هذول كلهم عم قبل النكبة. هذول قبل النكبة. نعم. طيب حجي دار أبو هنا مين كان وجههم؟ الحج محمود أبو هنا كان مختار القرية هو جدي يعني. نعم. جدي أبو أمي. الله يرحمه ويرحمه. إيش؟ الزراعة يا حجي مين كان وجههم؟ بيت الزراعة. في عندك عبد الله الزراعة. أبو صبري الزراع كمان دولة. عبد العال يا حجي. عبد العال في قدامة عبد العال. عبد العال أبو خالد موسى عبد العال في هلا في محمد عبد العال ممكن بتعرفه أبو سائد. إحنا بدنا نسأل عن دور القدامة هذلاك الله أعطاك فيها القدامة. طب الفلو يا حجي. دار الفلو موسى الفلو ومحمد الفلو هذول واجهتهم. والشورى يا حجي. دار الشورى عندك محمد الشورى في عندنا محمد ايش الشورى حجي هو هي نحن متى ما وصلنا الأب وصلت لك للراس انا
تذكرته أيضا. طيب جيراننا والله. سويدان يا حجي. دار السويدان. عندك محمد السودان وأحمد هذول من بيت السودان وعبد عبد الرحمن يعني هذول. طب دار اليحيى يا حجي. دار اليحيى عندك أعقاب اليحيى وعندك أحمد أحمد الحج اليحيى في عندك يحيى الأحياء هذول يعني مشهورين فيهم. نعم. السمرة يا حج. دار السمرة داود السمرة سليم السمرة. والهندي يا حجي. داود الهندي هو المختار. وخليل الهندي وعبد الباقي الهندي هذول واجهت الشسمة. طيب حجي تذكرت عائلات أخرى؟ والله طيب حجي هذه العائلات كان لكل عائلة ديوان أو مضافة ولا الدوين كانت محدودة يا حجي؟ لا يعني كل عائلة ما فيها المضافة بس زيارات عائلية موجودة. نعم إيه؟ طيب وين كان في دوين حجي؟ عن مين كان في دوين أو مضافات؟ في مضافة عند المختار اللي هو داود الهندي. مثلا داود الهندي كان عند جدي محمود أبو هلا موجود مضافة. عظيم. عند شبيب الدسوكة كان موجودة. عند أيوب كان موجودات. اللي يصير مختار حج يعني يبني مقر له. المقر بظل له لأنه له هذا. من طب بيته. هو يعني جدك مثلاً بنى هذا المقر لأنه صار مختار ولا كان بني من أساس؟ من الأساس من الأساس. نعم. طيب حجي هذا الديوان أو هذه الدواوين كانت لها مرافق صحية لها خدمات معينة ولا؟ لا ما في مثل مثلا المختار. نعم. عنده من يخدم للي بيجوا قهوة شاي يعني عنده ناطور حجي؟ عنده ناطور. مين كان الناطور اللي للمختار؟ كان مصلح واحد اسمه مصلح. من وين مصلح؟ من أي عائلة حجي؟ في عنده كان واحد من بيت الجمال كمان. ما ذكرتش اسم الجمال أنت. إيه والله حطه. إيه. إيه. نعم. إيه هذول كانوا عند عند المختار مثل نواطير و... نعم. وإذا بدهن شغلة مثلاً ينادوا بالبلد. يعني كان ينتقل من المختار إلى المختار الآخر يعني ولا؟ المختار مثلاً أنا ما بدي المختار. خليك حاجة. أهلين جدا. أهلين. طيب حجي أهلين خالي. كيفك خالي إن شاء الله تمام؟ لا مشكلة ما رح أعطلكم. طيب حجي النفقات الديوان على المختار ولا كان يشاركوا الناس كلها في النفقات؟ طبيعي من مشاركة الناس. طبيعي إلو شيء. وأكثر شيء من نفقاته لأنه عنده أراضي عنده كذا عنده هذا. طيب حجي في أماكن أخرى حجي غير الدواوين كانوا الناس يعني يجلسوا فيها يستأنسوا فيها الختائر الكبار في السن؟ مثلا في كان عندنا منطقة بيقولوا المراح. نعم. هاي هنيك مراح في كان دكاكين هنيك يقولون مساطب وكذا يقعدوا هنيك وكذا هاي أيضا الجزء الحج الناس كانوا يروحوا يقعدوا فيها مثلا يتسلم فيها عادات لا يعني شمت هواء طلعت شوية وكذا ما في. طيب حجي إذا بدنا تحدثنا عن المعالم الأثرية والتاريخية اللي كانت موجودة في الطنطورة يعني التاريخ التاريخي. نعم. هو البرج. البرج هاي تاريخي. نعم. برج شو هو البرج يا حجي؟ برج عبارة عن يعني تل كبيرة شيء برج يعني مثل تقول كاين بلد ومطمورة. نعم. شايف؟ كا
كائنة مثل بلد ومطمورة وصاير بالعلوم هذا أثار قديم. طيب شو غير البرج حجي كان؟ في عندك كمان هاي جزيرة المقر كمان هاي قديمة وفيها أثارات قديمة، قلت لك إنه فيها مصطبة كأنه كراسي وكأنه كذا إيه. والقصر حجي الموجود في جزيرة الشدادي؟ نعم موجود قصر، يعني قصر أثري هذا حجي كان؟ أثري إيه أثري هذا. وكان مش مسكون لما أنتم كنتم؟ لا ما في مسكون، روح نفوت في شو اسمه يعني بابه رايح كل شيء رايح، نحن اللي بنبعاه بس نفوت هيك. طيب كان في مغر وكهوف حجي داخل هذه الجزر؟ الجزر في جزيرة الحمام نعم فيها مغر فيها مغار فيها مغارة نعم وفيها مغارة تانية هاي كان يربى فيها الحمام. تعتقد انه أثرية هذه او يعني أثرية؟ طبعا أثرية أثرية هاي. طيب لأي زمن بتعود هذه الأشياء حجي اللي أنت ذكرتها؟ زمن الرومان، زمن القديم يعني قديم جدا. في كتابات معينة في؟ والله عندي أنا ما في، بس موجودة هاي من الأثار القديم. طب حجي كنت تلاحظوا إنه في أجانب يحضروا القرية يصوروا مثلاً يبحثوا ينقبوا؟ لا ما أبداً كان ما كان الإنجليزي يخليهم. أنت ما شاهدت يا حجي؟ بعدين على التلال في كان شبه قبور قديمة أثرية، يعني إذا بتضرب على الصخرة هيك بتجاوب. طيب حجي كنتوا تحافظوا على هالآثار هذه ولا؟ كلها موجودة ما حدا يمد يده عليها. ما كان يكون اعتداءات عليها يا حجي؟ لا لا. طيب حجي ننتقل لموضوع الحياة التعليمية في قرية الطنطورة. التعليمية موجودة من جدودنا، موجودة من جدودنا كان المشايخ وبعد منها عملوا المدارس. حضرتك لحقت المشايخ يا حجي؟ أنا لا لحقت المدرسة. المدرسة واللي قبله لحقوا المدرسة واللي قبله لحقوا المدرسة. كانت عندنا مدرسة من الأساس لصف رابع. وين كان مقرها هذه المدرسة؟ مقرها بالأول كانت بنفس البلد. نعم موجودة من وسط البلد. نعم من كم غرفة عمي كانت مكونة؟ كانت بالأول ثلاث غرف. كانت ثلاث غرف وأربع صفوف. طيب الثلاث غرف حجي أربع صفوف يعني من الأول إلى الرابع؟ أيوة يعني أول وثاني مدرسة وثالث ورابع مدرسة وهذيك إدارة. نعم أيوة. طيب بهذه المدرسة حجي من حجر مبنية المدرسة هذه؟ من حجر. في لها مرافق حجي؟ مرافق يعني ساحة مثلاً؟ في ساحة كبيرة، حمامات، مغاسل؟ في ساحة كبيرة، في حمامات بدك إياها. نعم طيب هذه المدرسة يعني مخدمة تمام المدرسة، هذه الهاي الأساسية، هذه للذكور فقط حجي ولا كانت للذكور والإناث مع بعض؟ هاي أساسا للذكور. نعم بعد منها إجوا عملوا مدرسة لتعليم الأناث. نعم يعني بدك تقول من سنة 28 أو ما قبل فتحوا مدرسة للأناث. وين موقعها حجي؟ موقعها كمان بوسط البلد. نعم استأجروا بيت من أحد البيوت وحطوا فيه مدرسة البنات. كم غرفة حجي كان مدرسة البنات؟ كان غرفة كبيرة بس متر قصر كبير يعني يقولوا له عقد. إيه وهذا كان تابع لبيت عبد العال يعني مستأجرينه منه البلد. طب حجي عندك تقريبا تقديريا كم عدد البنات اللي كانوا يدرسوا في هذه المدرسة يا حجي؟ بأول سنة لأنه حددوا العمر أعتقد في يمكن 25 أو أكثر من هيك بأول لأنه العمر متحدد. نعم فأنا إلي أخت واحدة اللي طلع لها والأختين اللي إلي هي أخت أمها وأخت الثانية اللي أصغر حاولنا ندخلهم مرض وقال هذا العمر المحدد اللي جاي يعني صار يبكوا خواتي هذول التنتين ليش هن ما إلهم دراسة ليش ما عندهم دراسة؟ ورحنا تواصلنا عن جدي الحاج محمود أبو هنا وتواصلنا للقائم مقام وصلنا قال ما بصير هذا العمر المحدد اللي هلأ جاي للبلد. شو اسم أختك اللي درست في المدرسة يا حجي؟ عارفة إبراهيم المصري. طيب حجي زاد عدد الطالبات لاحقا؟ بعدين صار المدرسة مطرح ما كنا نحن لما عمرنا مدرسة أجت الطالبات عن المدرسة اللي كنا فيها نحن. صار بالمئات يعني ما في إنسان ما دخل بنته ما في إنسان ما هذا
يعني كل بنات القرية صاروا يدرسوا في المدرسة يا حاج. صاروا كلهم اللي تحت السن. أقول لك من أول ما إجت عملوا المدرسة لو كان يعني مفتوح المجال لكان الكل موجود. نحن يعني أساسا أهل بلدنا بيحبوا العلم. الحمد لله. يعني قلت لك من جدودنا من مئات سنين عم يقروا ويكتبوا. بينما بلاد تانية كنت إذا جاك مكتوب تروح لبلد تانية ليقروا لك المكتوب. صحيح. نحن كان عندنا موجود هالشيء هذا. العلم موجود ولو ما حبتنا للعمل ما عمرنا المدرسة على نفقتنا على نفقة البلد من يعني بالطرز الحديث يعني ما في أجمل من هيك مدرسة كان. طيب حج المدرسة القديمة أيضا أنتم عمرتوها؟ القديمة إيه معمرة كمان لنا البلد إيه معمرة للبلد. طيب حجي أنت درست في المدرسة القديمة؟ أنا درست وبالجديدة. عظيم. طيب خلينا بالأول في القديمة شوية يا حج. تتذكر من كان مدير مدرسة المدرسة القديمة؟ عبد الوهاب الدجاني. من وين هذا عبد الوهاب؟ هذا أعتقد يا من القدس يا من غزة. نعم. بس أكثر شيء يمكن من غزة. أو من يافا حج؟ لا من يمكن من هناك. طيب والله لو تولي بس بدنا أهم شيء الصوت أقل شوي. لا تعلم هون. طب مين كان في مدرسين في هذه المدرسة يا حج القديمة؟ كان عندنا مدرس الشيخ أبو أسعد موجود وكان عندنا صلاح حديد كان عندنا أي القديم صلاح حديد إيه وكان عندنا يا سيدي صلاح حديد من وين يا حجي؟ من صفد. نعم. إيه. والشيخ أسعد في اثنين كمان من صفد. وفي كمان من بيت خليفة كان اثنين كمان عندنا مدرسين. تتذكر أسماء كمان من صفد؟ تتذكر أسماءهم بيت خليفة حجي؟ والله طيب حجي عن بالي. وكان عندنا كمان لما طلعنا على المدرسة الفوقة وامتدت كبرت ودخل فيها من القرى الجمنة اجوا يتعلموا عنا كان فيها أساتذة اجونا من طول كرم مثل مين يا حبيبي؟ ومن نابلس في أحمد الأستاذ أحمد هذا استلم مدير من بعد الدجاني أحمد مين والله ما بعرف بعرف اسمه أحمد أنا وفي كان أساتذة الأستاذ إبراهيم كمان هذول كمان من نواحي طول كرم من نواحي نابلس هذول والباقي كانوا من صفات. طيب تتذكر أسماء ثانية حتى من الأساتذة اللي كانوا في المدرسة الجديدة؟ هن نفس الأساتذة هذول. طيب كانوا جاهدين. عبد الوهاب إذا جاني حكي درسكوا إشي معين المدير؟ كان دراسة العربية العربية لغة عربية العربية وكذا. بعد الصف الرابع كان يدرسون إنجليزي. مين كان يدرسكم إنجليزي؟ صلاح حديد. طيب والشيخ أبو الشيخ أسعد حجي؟ أسعد دياني. دياني. إيه. وبالأخير إجا شيخ تاني كان يدرس كمان دياني. شو اسمه يا حجي؟ أبو تقي بيقولوا له الشيخ أبو تقي. طيب اللي من دار خليفة اثنين حجي شو درسوكوا حجي؟ تاريخ وجغرافيا. طيب عربي وكذا. الأستاذ أحمد شو درسكوا يا حجي؟ أحمد الأستاذ أحمد كان مدير مشرف على المدرسة فقط. والأستاذ إبراهيم حجي؟ الأستاذ إبراهيم كان دياني كمان استلم دياني. طيب كان في عندكم مدرس زراعة حجي؟ أعتقد لا. رياضة يا حج؟ رياضة إيه موجود خير من بيت جراء خير الجرار جراح من جرار يمكن إيه كان رياضة هذا كمان يمكن نواحي نابلس من نواحي جنين جنين أيوة. طيب حجي المدرستين مبنيات من حجر من حجر قديمة والحديثة أيوة والثنتين أهالي القرية هم اللي بنوهن على حسابهم. أيوة على حسابهم. طيب حجي لأي صف في المدرسة الجديدة كانت تدرس؟ للسابع. السابع. السابع.
طيب من شو القرى بدقة حاجة اللي كانوا يجوا يدرسوا عندكم؟ كفرلان، نعم، استرقنت، الفراديس، عين غزال، جبع، اكزم. طب حجي طول كانوا يبعثوا اولادهم يدرسون عنا لانه في عنا صفوف عاليه ونحن لو طارت صارت طب حجي اعداديه وثانويه كان صارت. طيب حجي هذه القرى كانت تبعث ابنائها فقط على المدرسه الجديده، اما العتيقه ما كانوا يجوا؟ العتيقه لا ما كانت. طيب لما كانوا يجوا كانوا يجوا مشي حج ولا في الباص؟ لا والله أكثرية مشي. مشي. طيب عدد طلاب المدرسة الحديثة يا حجي كم بتقدروا يعني؟ اللي صف السابع ابتدائي. والله في بالمئات يعني. بالمئات. نعم. طيب حجي المدرسة يعني أقل صف في 30 ولد أو ولد أو 35 طيب ولد يعني. السبع صفوف حجي في سبع غرف لكل صف غرفة. كل غرف وفي زوايد غرف وكل شيء. طب كان في شعب أيضا حجي؟ يعني السابع مثلا في شعبتين مثلا أو السادس أو لا خانس. نحن كانت دراستنا هي صباحا وبعد الظهر نرجع. نعم. نروح نتغدى ونرجع نرد. نعم. إيه. طيب حجي حضرتك لأي صف درست في؟ السابع. السابع درست. ما شاء الله. حجي المدرسة العتيقة أي سنة تقريبا تأسست أو انبنت؟ والله أنا ما بوعاها إلا مبنية. طيب والحديثة؟ الحديثة هي بوعاها لما كانوا يعمروا فيها وكذا هذا يعني بدك تقول بالثلاثينات أو كذا بلشوا فيها. حجر يا حجي؟ حجر. نعم حجر حجر بعدين على الطراز الحديث يعني قناطر و وباحات وشجر وكذا حواليها. نحن زرعنا منه لأنه نحن كنا يعني بالمرحلة الأكبر كمان الأكبر زرعنا يعني داود أبو شكر وأنا كنا سوا تقريبا. نعم. طب حجي ما كانش في مدرسين من أبناء القرية حجي؟ بالأخير صار. مثل مين حجي؟ جودة الهندي. نعم. نعم. غيره حجي هذا اللي صار عنا. شو درسك وجودة الهندي حجي؟ أعتقد عربي. نعم. هذا لأنه درس بالقدس وأخذ يعني جامعة من القدس. طيب المعلمين حجي كانوا يناموا في المدرسة في القرية ولا؟ القرية مقيمين عنا. طيب السكن كان مجانا مثلا ولا على حسابهم حجي؟ لا عنا مجاني يعني ما بياخذوا منهم شيء. الأستاذ محترم عندنا يعني بكل معنى الكلمة يعني ما في يعني مثل ما قال مثل يعني المعلم يعني كان مثل رسول تقريبا جاي علمك وجاي كذا هذا. طب حجي المدارس كانت أهلية ولا تابعة للمعارف؟ لا أهلية نحن يعني قصدي رواتب المعلمين من وين؟ من المعارف. من المعارف. من المعارف. طب كنتوا تدفعوا شيء للمعارف حجي؟ نحن لا. أي رسوم أي ضرائب؟ طبيعي الدولة كانت تأخذ مثلاً الحبوب على كذا. طب لا أنا قصدي للمدارس حج. لا تأخذ أقساط. لا أكثر شيء كنا ندفع لما عمرنا المدرسة عمرناها على حسابنا. طب حجي كان في هناك طابور صباحي؟ إيه طبيعي طبيعي. وكان في جرس وآذن؟ جرس وآذن وكل شيء. تذكر منه آذن المدرسة يا حج؟ كان شو اسمه؟ أسعد الأشماوي أبو سليم. إيه. طيب حجي أيضا كانت المدرسة فيها مقاعد وألواح. مقاعد وألواح مدرسة نموذجية يعني مثل هلا ما في المدارس موجود فيها هلا كانت نموذجية مثل ما بدك يعني تشتهي تتفرج عليها بس. طيب البنات عمي لأي صف صارت يدرسن؟ والله أنا لصف رابع يمكن كمان صاروا لصف رابع بالأخير. طب تتذكر مين كان مدير مدرسة البنات حمجي؟ البنات كانت آنسة من بيت خليفي. من صفد؟ من صفد. أختهم لهذول الأساتذة اثنين اللي كانوا وغيرها حمجي مين درس عندكم مثلا بنات؟
في شو اسمه من شفاء عمر كان في آنسات. تتذكر اسمهم؟ والله ما بتذكر، بالنسبة للأولاد ما بتذكر، كنت أعرف أسماء شو اسمه ناس. يعني في من شفاء عمر، في أعتقد كان من حيفا، من عكا كان. طب إذا المعلمات كانوا ساكنات في القرية حجوا لي يروحوا يجوا كلهم؟ لا بالقرية ساكنات في القرية. كان ساكنات كان في سكن خاص ولا عند الناس حج يعني استأجروا؟ لا ياخذوا عند الناس. عند الناس. عند الناس. طيب حجي، كان ايضا يعني في عادة تقديم المساعدة الغذائية التموينية للمعلمين او المعلمات، يعني ودوا لهم اكل ودوا لهم؟ طبيعي، البلد نرك عنا هذا كأنه جاي عنا يعلمنا كل شيء كأنه رسول، يعني نعامله معاملة من احلى المعاملات، يعني مثل ما بتعامل ابنك وكذا معاملتهم لنا، ابوتنا أعمامنا جدودنا يعاملون المعاملة هاي، يعني ما يبخلوا عليهم. يعني كانوا أساتذة كتير يتمنوا يجوا على الطنطورة، يتمنوا يجوا على الطنطورة، يعني لما تبعتوا المعارف على الطنطورة كانوا رايح على جنة، كانوا رايح على باريس يعني. أي. عظيم يعني. طيب حجي بعد إذن حضرتك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حضرتك إن شاء الله.